تحت عنوان قصة نجاح المملكة في مجال التمويل الرقمي والتقدم التكنولوجي، أقامت المملكة العربية السعودية ورشة عمل خلال انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنعقد تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الدولي في جنيف. استعرض فيها ممثلو المملكة لأحدث التطورات التكنولوجية التي تستخدمها المملكة في مقدمتها التمويل الرقمي والخدمات الإلكترونية الحديثة. فخور بما رأيته اليوم من مشاركات من الشركات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي تعرض مبادرات التحول الرقمي استجابة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. طبعا احنا اليوم نعرض مبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، والتي رأينا من خلالها وزارة المالية ومبادرة التحول الرقمي من خلال منصة اعتماد، وهي منصة إلكترونية تقدم خدمات مالية للمستفيدين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستفيدين. رأينا مشاركة فعالة من كافة الأطراف في المملكة العربية السعودية، وهذا يعكس حقيقة التقدم الذي نعيشه اليوم في المملكة العربية السعودية والخطط المستقبلية التي نبني لها ونطمح لتحقيقها بإذن الله تعالى. أكد الخبراء والمشاركون في الورشة أن المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعباً أساسياً في تعزيز ثقافة التميز والإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي. ناقشنا التطورات في مجال التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وشركة المدفوعات الرقمية السعودية رائدة وقاعدة تقود هذا المجال، خاصة فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي وتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي من خلال استخدام تطبيق مثل تطبيق STCPay، يساعد في إنهاء جميع مدفوعاتك الرقمية سواء من مشتريات أو من تحويل محلي لبنوك محلية أو تحويل دولي عن طريق شركة أو بتعاون مع شركة Western Union. تعتبر القمة العالمية لمجتمع المعلومات أضخم تجمع سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة تطورات مجتمع المعلومات وبحث آخر المستجدات تحت شعار الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات الأمم المتحدة وبشراكة مع المملكة العربية السعودية. حضور متميز ومشاركة فعالة لوفد المملكة العربية السعودية خلال انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة، جنيف.